لعقود عدة ظلت منطقة الفشقة السودانية محورا للخلاف بين الخرطوم وأديس أبابا، خلاف ظل محكوما باتفاقيات وضوابط قبل أن يتخذ التوتر هذه المرة شكل مواجهة ذات طابع عسكري، على أن الطرفين جددا تأكيد حرصهما على ضرورة منع تفاقم الأزمة ومعالجة جذورها بالحوار. فما السبيل للتوصل إلى تفاهم جديد ينهي أسباب الخلاف بشأن هذه القضية؟ بدون سابق إنذار وقعت اشتباكات حدودية بين السودان وإثيوبيا مؤخرا عكرت صفو العلاقات قليلا بين الجارتين. منطقة الفشقة في ولاية الجدارف السودانية هي محل الخلاف التي دأبت ميليشيات إثيوبية على مهاجمتها، لكن اللافت هذه المرة أن السودان قال إنه بناء على عدة تقارير تم التوصل إلى أن وحدات من الجيش الإثيوبي قدمت دعما لتلك الميليشيات التي هاجمت الأراضي السودانية. الخرطوم أبقت كل الخيارات مفتوحة في اللجوء للمؤسسات الإقليمية والدولية في مراحل لاحقة بشأن الاعتداءات الحدودية، وفي الوقت نفسه أشارت إلى أن هناك اتصالات تجرى بين الخرطوم وأديس أبابا لاحتواء التوتر الذي وقع في الآونة الأخيرة. الهجمات الإثيوبية المتكررة على منطقة الفشقة الحدودية شرق السودان تعود أسبابها لما تتمتع به المنطقة من خصوبة أراضيها الزراعية التي تصل مساحتها إلى 600 ألف فدان، وتبلغ مساحة الفشقة المتاخمة للحدود الإثيوبية 251 كيلومتر، وبسبب وجود الأنهار وهطول الأمطار الغزيرة تتعرض لهجمات من ميليشيات إثيوبية، الأمر الذي دفع الجيش السوداني إلى إرسال تعزيزات عسكرية للمنطقة. واعترفت إثيوبيا اعترافا قانونيا في عام 1902 بأحقية السودان في أرض الفشقة، وفي عام 1957 قام مزارعون إثيوبيون بأعمال زراعية في الفشقة، كما جددت إثيوبيا اعترافها بأن منطقة الفشقة أرض سودانية طبقا لاتفاقية عام 1972. وفي عام 1995 نص اتفاق بين البلدين على خلو المنطقة الحدودية من الجيوش النظامية، فتوزعت السيطرة العسكرية على كتائب الدفاع الشعبي السوداني والميليشيات الإثيوبية غير النظامية. وفي عام 2020 اتفق الجانبان على استمرار المحادثات بينهما لترسيم الحدود. وكانت الاشتباكات التي وقعت مؤخرا بين الجانب الإثيوبي والسوداني أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الضباط والجنود السودانيين، وتتهم الحكومة السودانية مواطنين إثيوبيين بزراعة أراض داخل حدودها. وفقا للحكومة فإن عدد المزارعين الإثيوبيين الذين يزرعون داخل الأراضي السودانية يتخطى عتبة الألف. لمناقشة هذا الموضوع معنا من الخرطوم الكاتب والباحث السياسي عبد الرحمن الأمين، ومن أديس أبابا الكاتب والمحلل السياسي الإثيوبي أنور إبراهيم. أهلا بكما، أبدأ معك حوارنا السيد عبد الرحمن الأمين. على الرغم من أن البلدين شددا على حل هذه القضية بالطريقة الدبلوماسية، إلا أن هناك من يقول بأن أزمة الفشقة بشكل أو بآخر ستؤثر على العلاقة بين السودان وأثيوبيا، هل يمكن أن توضح لنا في أي اتجاه؟ إلى الآن الحكومة السودانية وكذلك الحكومة الأثيوبية حريصة على التهدئة وحريصة على لا تندفع باتجاه المواجهة. تعلمين أن المشكلة ليست وليدة اليوم، صحيح أنه وقع الاتفاق على أن هذه الأراضي السودانية منذ العام 1902، لكن المشكلة تعمقت أكثر في خلال 25 عاما الماضية عندما أشعل النظام السابق الحروب في أطراف السودان كله، في دارفور وفي جنوب كردفان وفي جنوب النيل الأزرق، ومن ثم انسحب الجيش السوداني وتوزع على هذه الأطراف وهذه الجبهات. هنا وقع فراغ أمني، ومن ثم ظلت المجموعات الأثيوبية والميليشيات والمزارعون يتخذون من هذه الأراضي السودانية استثمارا لهم، استثمارا زراعيا. من بعد 25 عاما
عاد الجيش مرة أخرى لينتشر. من المؤكد أن الأثيوبيين ظنوا من بعد 25 عاما أن هذه الأراضي تعود لهم بحكم بوضع اليد وبحكم الأمر الواقع، ومن ثم صعب عليهم أن من جديد أن لا تكون هذه الأراضي لهم. الجديد في هذه المرة أنه تعود السودان والحكومة السودانية أن الميليشيات الأثيوبية تغير، لكن هذه المرة الميليشيات مدعومة ببعض قوات من الجيش الأثيوبي، لكن السودانيين يقدرون أن هذا ليس توجها أثيوبيا حكوميا، ربما لأن كيف يعني بعضهم كيف لو سمحت لي سيد عبد الرحمن أمين، يعني كيف يمكن أن لا يكون توجها رسميا وفي النهاية الجيش الأثيوبي يمثل الدولة الأثيوبية؟ أنت تعلمين أن الحكم في أثيوبيا قائم على توازنات وقائم على تركيبة قبلية، وتعلمين أن أثيوبيا الآن مقبلة على انتخابات، ومن ثم السيد أبي أحمد يخشى من أي مواجهات قبلية في هذه المرحلة. ربما رئيس الأركان الحالي قد صعد من إثنية قبلية معينة وهو يسند مجموعاته التي تريد الاستثمار في الفشقة. الحكومة السودانية تدرك ذلك والحكومة الأثيوبية تدرك ذلك، وهي توازنات قبلية يحاولون جهدهم أن يجدوا لها حلا من غير أن تقع مواجهات بين الجيشين السوداني والأثيوبي. اسمح لي أذهب إلى السيد أنور إبراهيم لنسأل في دوافع كما يقول السودان، يعني الجيش الأثيوبي بتقديم الدعم أو الإسناد لهذه الجماعات وهذه الميليشيات التي تقوم يعني في كل مرة بالتسلل إلى هذه المناطق في الفشقة، ما الدوافع سيد أنور إبراهيم؟ نعم أختي الكريمة، أولا أحييك وأحيي ضيفك الكريم. أولا أود أن أوضح نقطة مهمة جدا في هذه المنطقة. التواجد الأمني والعسكري في إثيوبيا يختلف عن السودان. السودان جيش موحد وهو القوات المسلحة السودانية، ولكن إثيوبيا في آونة الأخيرة عقب التغيرات السياسية حسب الدستور هنالك ما تسمى بالقوات الأمنية لكل إقليم. كل إقليم في إثيوبيا له قوات خاصة، أو نحن نسميها هنا القوة الخاصة لإقليم الأمهر، القوة الخاصة لإقليم تيغراي. بالإضافة لذلك توجد هنالك ما تسمى الميليشيا. الميليشيا هي مجموعة من المتطوعين من المواطنين الذين يحملون السلاح يساعدون هذه القوات لحفظ الأمن وحفظ واستتباب الأمن، خاصة في المناطق الطرفية وفي تداخل الإقليم ما بين إقليم وآخر، وأيضا الدولة أو الأقاليم التي تتواصل مع دول أخرى. أضف إلى ذلك هناك ما تسمى أيضا القوات المسلحة الأثيوبية، والتي حقيقة حتى الآن لم يثبت أنها تدخلت وساندت هذه الميليشيات. الميليشيات هم عبارة عن مواطنين يعتمدون على الأسلحة ويقومون بمساعدة القوات، هناك اتفاق ما بينهم وبين المحليات والأغاليم بأن يقوموا بدعم القوات الخاصة بكل إقليم. هناك ما تسمى القوات الخاصة لإقليم كذا والقوات الخاصة لإقليم كذا، وهي القوات المتواجدة في الأغاليم، ولا يمكن أن يتدخل الجيش الأثيوبي في أحد هذه الأغاليم دون أن يكون هنالك دعوة من الإقليم أو من الحكومة الفيدرالية أو الحكومة الإقليمية لهذا الإقليم، بعد أن تطلب من الحكومة الفيدرالية بأنها تود مساعدة الحكومة الفيدرالية أو مساعدة القوات المسلحة الفيدرالية. أضف إلى ذلك هنالك ما يسمى الشفتة، هي عصابات يعني تعودت أن تنتشر في هذه المنطقة منذ مئات السنين، ولها تاريخ طويل جدا ما بين الحدود السودانية والإثيوبية، وأيضا أصبحت تحدي كبير جدا. في السابق كانت تشكل تحدي للمواطن الأثيوبي في حد ذاته، الآن هذه العصابات التي تسمى الشفتة هي عبارة عن مجموعة تحمل سلاح، وخاصة في الآونة الأخيرة عقب العامين الأخيرة وانتشار. طيب يا سيد أنور إبراهيم، بما أنك لو سمحت لي فقط سيد أنور، بصورة كبيرة جدا ويشكلون عبء صغير على الحكومة الأثيوبية. طيب بما أنهم يشكلون عبئا يعني هذه العصابات، عصابات الشفتة، بالإضافة طبعا إلى المزارعين الذين يقومون كما يقول الجانب السوداني باستغلال هذه الأراضي والتوغل فيها لسنوات، أين دور الجيش الأثيوبي وقوات الأمن الحدودية التي تضبط هذه الحدود، خصوصا وأن الحدود تم ترسيمها عام 2013، وهو يعني ترسيم كما يقال لم تنفذه إثيوبيا لغاية اللحظة؟ نعم، الدولتين لديهم لجان سياسية مشتركة لضبط الحدود، والعديد من اللجان تعمل منذ فترة طويلة جدا. الحكم السابق في السودان، الحكم السابق في إثيوبيا أيضا، الأخ تحدث عن أن النظام السابق في السودان اهتم ببعض المناطق، ولكن هذه المنطقة كانت متجاهلة. لم تكن متجاهلة لأن الحدود السودانية الإثيوبية لم تشكل عبء على الدولتين، بل هي صراعات خاصة في كل موسم، خاصة الحصاد والزراعة، فيتم حلها سريعا جدا دون أن تتصاعد، وليس جديدة هذه الصراعات. الجانب الجيش الأثيوبي الآن لا يمكن أن يتدخل
يتدخل في هذه الإقليم، الإقليم الذي يتواجد فيه هذه المناطق هي إقليم الأمهار، دون أن يطلب الإقليم بمساعدات في الوقت الراهن. وكما تشاهدون الآن هنالك تحول في إثيوبيا في الوقت الراهن. أما المزارعين الذين تتحدثين عنهم أختي الكريمة، لم يدخلوا بتلقاء أنفسهم إلى الأراضي الزراعية واحتلوا هذه الأراضي وقوموا بزراعتها. هنالك استخدام لبعض رجال الأعمال والمزارعين السودانيين للعمالة الإثيوبية الرخيصة التي تكثر بصورة كبيرة جدا في هذا الشريط الحدودي. وهنالك أيضا بعض المزارعين يعتمدون على المزارعين الإثيوبيين في زراعة أراضيهم، بل أكثر من ذلك هنالك اتفاقيات ما بين المزارعين الإثيوبيين والسودانيين الذين يعتمدون على المزارع الإثيوبي ويتم تأجير بعض هذه الأراضي. وهنالك أيضا نظام النسب أو اتفاق ما بين المزارع الإثيوبي والمزارع السوداني أن تتم زراعة الأراضي الحدودية بنسب محددة جدا، يكون المزارع الإثيوبي له نسبة والمزارع السوداني صاحب الأرض له نسبة. هذه الأشياء أحيانا تتصاعد وتصل للمحاكم السودانية والإثيوبية في المناطق الحدودية في الاختلاف في النسب. يعني الأمر في النهاية يحتاج إلى التي دوما لا يعني توجد إدارات. طيب سيد أنور إبراهيم، يعني من الواضح أنه على الرغم من كل يعني هذه الاتفاقيات الدولية هناك تداخل في هذه المناطق، برأيك هل يمكن اللجوء إلى التحكيم الدولي سيد عبد الرحمن الأمين من أجل حل هذه القضية دبلوماسيا وسياسيا؟ ربما لا يحتاج الجانبان السوداني والإثيوبي إلى اللجوء للتحكيم الدولي، لأنه بالأصل ليس هناك اختلاف على تبعية هذه الأراضي للسودان، والحكومة الإثيوبية مقرة تماما بأن هذه الأراضي السودانية. مثل ما قلت لك الآن السيد أبي أحمد رئيس الوزراء هو يحكم إقليم ذو تركيبة قبلية أو دولة ذات تركيبة قبلية، وهو مقبل على انتخابات وهو يخشى المواجهات القبلية، ولأجل ذلك هو يريد أن يتجاوز هذه المرحلة ريثما يتفق مع الجانب السوداني. الجانب الإثيوبي مقر تماما بأن هذه الأراضي السودانية. كذلك الذي يمنع ويحد من المواجهة العسكرية ما بين السودان والإثيوبيا، أنت تعلمي أن الدولتين منحكتان من الناحية الاقتصادية وكذلك منحكتان من الناحية السياسية، ومن ثم لن تجرؤ الأطراف على هذا. أكثر من ذلك أن السودان والإثيوبيا كذلك يعون تماما أن لكل منهما يحفظ الآخر للآخر دور مقدر. إثيوبيا تحتفظ بالسودان لمرحلة التفاوض فيما يتعلق بسد النهضة، والسودان كذلك يشعر بكثير من الامتنان للدور الإثيوبي وللسيد رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، الدور الذي لعبه في تقريب الشقة ما بين المدنيين والعسكريين إلى أن وقع الوثيقة الدستورية في أغسطس من العام 2019. بل أكثر من ذلك الآن هناك دعوات، بدلا من أن ينهك الجانبان قوتهما وكذلك قدرتهما، وإن كانت هناك قدرة في المواجهة، يمكن أن يكون هناك تكامل من ذلك. مثلا إذا كانت إثيوبيا ترقب في استثمار زراعي، يمكن أن يكون ذلك عبر تكامل بأن يحصل السودان على طاقة كهربائية من جانب، وأن يسمح لإثيوبيا بالاستثمار الزراعي من جانب آخر. يعني بالإمكان أن يتم تطوير هذه العلاقة دون أن يقع الجانبان في براسنا المواجهة. على الرغم من أن السودان قال بأن الخيارات مفتوحة لديه، سيد أنور إبراهيم يعني ما أكثر سيناريو تخشى منه إثيوبيا في هذا الإطار، خصوصا وأن السودان رسميا قال لديه خيارات؟ نعم، أولا أود أن أوضح أن الحدود السودانية الإثيوبية لم تشكل في يوم من الأيام محور صراع للدولتين، دوما هنالك خلافات يتم حلها، وهذه فترة طويلة جدا، وكانت خلال الحكومات السابقة في إثيوبيا قبل عهد الجبهة الديمقراطية الثورية التي حكمت قرابة 28 عاما قد تصاعد الخلاف، ولكن لم يصل لمرحلة أن يصل القضاء الدولي أو أن تصل إلى خلافات عسكرية. الآن الحكومة الإثيوبية تأخرت في بيانها، شهدنا اليوم بيان وزارة الخارجية الإثيوبي، هذا يوضح بأن إثيوبيا دوما تتعامل مع القضايا والملفات السودانية، وهذه خاصة هذه القضية الحدودية فيما يسمى بملف الفشقة والملف الحدود الشرقية السودانية بتأني، ولا تتسرع في أي غرار. وكانت من قبل هنالك العديد من الخلافات، ويجلس الجانبين في أسرع وقت لحل وامتصاص هذا الغضب الشعبي الذي يحدث. وهذه المنطقة تشهد تحركات شعبية وتزاوج تداخل أكثر من إثيوبيا والسودان. هنالك بعض القبائل التي أتت من غرب إفريقيا واستوطنت في هذه المنطقة نسبة للحراك التجاري والاقتصادي المتواجد بصورة كبيرة جدا. وكما قلت لك لا توجد إدارات فعلية من السودان أو من إثيوبيا تقوم بضبط الحراك الذي يتم من المزارعين السودانيين وهذه الاتفاقيات، فأحيانا يلجأ القضاء المحاكم في الدولتين في ولاية القضارف وإقليم الأمهر تشهد العديد من المنازعات فيما يخص الأراضي وملكياتها، وكذلك النسب، وكذلك بعض التفاهمات وبعض الاتفاقيات التي دوما تشكل عبء وخلافات محددة، مما يجعل بعض المجموعات تعتمد على
بعض أبناء العمومة، وكذلك تؤدي إلى خلاف قد تتدخل الحكومات والحكومات الولائية أحيانا لامتصاص هذا الغضب ويتم حلها. لم تشكل الحدود السودانية الإثيوبية في هذه المنطقة صراعا وخلافا كبير ما بين الجانبين يصل إلى مراحل القضاء والمحاكم الدولية. سيد عبد الرحمن الأمين، إذا نقلتك إلى زاوية أخرى يتحدث عنها البعض، هل يمكن أن يتطور الأمر، موضوع الفشقة وهذا التوتر في هذه المنطقة الحدودية، هل يمكن أن يؤدي إلى تغيير موقف الخرطوم من ملف سد النهضة، خصوصا وأن البعض يقول بأن الخرطوم تميل دائما إلى أديس أبابا في هذا الملف؟ أنت طرقت على نقطة حيوية وجوهرية. الجانب الإثيوبي حاول أن يصور الموقف على أنه هو محاولة لجر السودان إلى موقف معادي لسد النهضة، والجانب الإثيوبي كذلك قال أن هناك أطراف تحاول أن تشعل الحريق في هذه المنطقة بغية أن يغير السودان وأن يبدل من موقفه. هذا الادعاء الإثيوبي ليس صحيحا. هناك مشكلة حقيقية، هناك تعدي إثيوبي على أراضي سودانية، ليس صحيحا أن هناك أطراف أخرى تريد أن تشعل الحريق في هذه المنطقة. ومع ذلك كذلك الذي حدث لا يمكن أن يغير من موقف السودان، لأن موقف السودان الآن مبدئي، ولأن السودان الآن أصبح يعي أن دوره ليس دور الوساطة وإنما له مصالح في سد النهضة، وعليه أن يرعى مصالحه ولن يكون ولن يلعب دور الوسيط ما بين الأطراف لأجل التهدئة. وتعتقد بأن هذه الإشكالية التي تحدث بين البلدين يمكن معالجتها بحوار ثنائي لا يحتاج إلى وساطة؟ بالتأكيد، أنا تقديري أن العلاقات ما بين السودان وإثيوبيا كفيلة بأن تهدي هذا الصراع الناشب، وكفيلة بأن تتوصل إلى حلول، وكفيلة بأن لكن مثل ما قلت لك، لأن هناك أطراف قبلية داخلة، ولأن أبي أحمد يخشى المواجهات في هذه المرحلة لأنه مقبل على انتخابات، ولأنك مثل ما تعلمين التركيبة القبلية المعقدة في إثيوبيا، ربما لأجل ذلك كله هو يريد أن يبلغ الجانب السوداني أن إثيوبيا لم تغير من موقفها. وليس لإثيوبيا أن تغير موقفها لسبب بسيط، لأن اتفاقية العام 1902 التي أقرت فيها إثيوبيا بحقية السودان في هذه الأراضي، حينها كانت إثيوبيا دولة مستقلة في حين أن السودان كانت دولة خاضعة للاستعمار، ومن ثم ليس بوسع إثيوبيا أن تتحلل من هذه الاتفاقية، لأنها كانت اتفاقية بإرادتها التامة بعكس السودان. الثاني أن إثيوبيا ذاتها على قناعة أن هناك أطرافا من دولتها يتدخلون كل موسم ويزرعون هذه الأراضي. ليس صحيحا الذي قاله الأخ من الجانب الأثيوبي من أن هناك شراكات زراعية، بالعكس أن الأمر بلغ الآن مرحلة أن الأثيوبيين يستثمرون هذه الأراضي منفردين. طيب، عودة إلى السيد أنور إبراهيم، ودائما في قضية سد النهضة، هل تضع في حسبانها إثيوبيا دائما يعني مساندة الخرطوم فيما يتعلق سد النهضة، لذلك ربما تحاول تهدئة الأمر إلى أقصى الحدود الآن في هذه الأزمة، في أزمة الشقفة؟ نعم، أولا قضية السودان هي ليست قضية مساندة لسد النهضة. السودان دولة ذات سيادة لها منافع لها فوائد، وتبحث عن مصالح شعبها. فيما يخص سد النهضة، اقتنع السودان بأن له فوائد من السد، هو الشيء الذي جعله كشريك في هذا الملف بصورة كبيرة جدا، ليست مساومة أو مساعدة أو هي عبارة عن قضية سد بقضية أخرى. هو عبارة عن دولة لها سيادة، عرفت أن السد يحقق لها ما الكثير من الفوائد لشعبها ولمواطنيها في هذه المناطق، فأكدت من ذلك، وكان هذا موقفها الذي دوما تتهم بأن السودان يقف لجانب إثيوبيا بناء على كذا وكذا وكذا، وهذا غير صحيح في الأصل. أما فيما يخص جانب الإثيوبي، دوما يتعامل مع السودان، لم يكن قضية سد النهضة هذه القضية الوليدة التي استمرت قرابة 9 عوام. قضية الحدود السودانية الإثيوبية هي من المناطق الخاصة جدا في إفريقيا، تتداخل فيها كل القبائل، تتزاوج فيها الأفراد والأسر، هنالك تداخل كبير، لهذا لم يكون هنالك انتشار عسكري كبير ما بين الدولتين خلال هذه المرحلة. حتى الخلافات التي تقوم بين المزارعين من وقت لآخر كان يتم حلها بصورة سريعة جدا، لا تحتاج لوساطة، ولم تلجأ الدولتان في يوم من الأيام لوسيط أو لأي من المنظمات الإقليمية. هذه الأصوات التي سمعناها هذه الأيام. أما فيما يخص الجانب الخاص بالشراكة وبخاص بالاستثمار، هنالك نمط معروف جدا في هذه المناطق، أن التجار الإثيوبيين يتعاملون مع البنوك الإثيوبية، فيأخذون بعض الغروض،
ويلجؤون الى الاراضي السودانيه كما هي معروف في هذه الحدود واسعه وشاسعه. ونحن تابعنا هذا الملف خلال مراحل طويله جدا، لم تصل الى مراحل خلافات كبيره، ولكن هي عباره عن مشادات وبعض الخلافات القانونيه، لانه خلاف في التوثيق، وكان لا يوجد مستثمر اثيوبي بصوره كبيره دخل السودان واكمل ما يسمى بالاوراق الاستثماريه، وهم مزارعين في المناطق الحدوديه يتعاملون مع المزارعين السودانيين، وهذه الشهاده يمكن ان تلجؤوا الى رجال الاعمال السودانيين المتخمين والمتواجدين في هذه المنطقه. شكرا لك انور ابراهيم الكاتب والمحلل السياسي من اديس ابابا، اشكر ايضا عبد الرحمن الامين الكاتب والباحث السياسي من الخرطوم، شكرا لكما.